الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يصلح لكم أعمالكم صلاح الأعمال الإنسان شيء مهم جدا فكل الناس يعملون لكن ليست أعمال كل الناس أعمالا صالحة لا يوجد إنسان إلا وهو يعمل بشكل أو بآخر ولكن عندما نريد تصنيف أعمال الناس نجد أن بعض الأعمال صالحة وبعض الأعمال فاسدة فصلاح العمل له شرطان كما في هذه الآية المباركة الشرط الأول التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله التقوى هو الشرط الأول لصلاح العمل التقوى معناه اللغوي هو التجنب من المخاطر الاجتناب من كل خطر يمكن أن يلحق بالإنسان والتقوى في الدين هو التجنب من المحرمات لكن إذا أردنا أن نعرف معنى التقوى في الحياة في العمل اليومي كلهم تجدون سيارات تزدحم بها الطرقات في بعض الأحيان هذه السيارة عندما تزدحم بها الطريق تجدون أن السائق الذي يشعر بمسؤوليته عن كل هيكلية السيارة يعني يحاول المحافظة على جسم السيارة كلها حتى لا تصدم سيارة ولا تصدم من قبل السيارة تجدون أن السائق في المزدحم وخاصة إذا كان المزدحم سريعا كالطرق الطويلة تجدون هذا السائق بكل انتباه ينتبه لكل جوانب السيارة وينتبه لكل السيارات المحيطة بسيارته فيحاول أن يقطع الطريق لكن لا يحاول فقط أن يصل إلى الهدف إنما يحاول أن يصل سالما إلى الهدف وأن تصل سيارته سالمة إلى الهدف لا يقدر أن يصل وتغرب سيارته أو تغرب سيارته سيارة أخرى إذا وصل وسيارته ضاربة أو مضروبة لا يعتبر السائق ناجحا السائق الناجح هو الذي يعبر الطرق المزدحمة عدة مرات في اليوم ثم يتباهى بأنني خلال 20 سنة وأنا سائق ما ضربت سيارتي ولا ضربت سيارة هذا السائق الشاطر هذا السائق الماهر يعتبر لأنه في فترة زمنية طويلة مارس السير على الطرق المزدحمة دون أن يصبح هو مجرما في حسابات القانون ودون أن يصبح الآخرون مجرمين بحقه يعني حافظ على كرامته وعلى كرامة الآخرين من خلاله أما إذا كان يعمل استفزازا للسواق الآخرين حتى يضرب سيارته أيضا
لم يكن يعتبر سارقا ماهرا. السارق الماهر هو الذي يحافظ على سيارته وعلى كرامته المعنوية وعلى سيارات الآخرين وعلى الكرامة المعنوية للآخرين. هذا مثل للتقوى في الحياة. تقوى السائق في سياقته أن لا يضرب سيارة ولا تضرب سيارته. هذا مثال. نريد أن نقيس على هذا المثال كل تصرفاتنا في الحياة، لأن الحياة مزدحمة بالمصالح وبالناس وبالاشتباكات المختلفة المعنوية والقولية والعملية وما شابه ذلك. فالإنسان المتقي هو الذي يسلك الطرق المزدحمة في الحياة التي تعج بالناس والمصالح والتناقضات، ولكن في نفس الوقت يحاول المحافظة على معنوياته وكرامته ومعنويات الآخرين وكرامته، حتى لا يجبن من قبل الآخرين ولا يصدم الآخرين. هذه تقوى الحياة. وهذه التقوى في الحياة هي التقوى في منطق الدين، لأن الدين عندما يريد التقوى لا يريد فقط في عدم شرب الخمر وعدم لعب القمار، وإنما كل شيء يتعلق بالإنسان للدين فيها حكم معين. فالإنسان الذي تمر عليه فترة طويلة ولا يسب أحدا ولا يضطر إلى أن يستفز أحدا حتى يسبه، الإنسان الذي تمر عليه فترة طويلة وهو يعمل ولا يضطر إلى أن يضرب أحدا بيده أو يضربه أحد مثلا، هذا الإنسان يعتبر متقيا، أي عرف كيف يسلك مسالك الحياة بالتقوى. إذن يمكن أن تقول فلماذا قتل الأئمة الطاهرون؟ الأئمة معتدوا، ولكن لماذا اعتدي عليهم حتى درجة القتل؟ نقول هذا كان من صميم التقوى، لأن التقوى في الدين له جانبان، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي أن يسير الإنسان سيرا حسنا، الجانب الثاني أن يمنع المتمردين. والأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام حيث كانوا يقفون في وجوه المتمردين، هذا الوقوف في وجه المتمردين كان جهادا، والجهاد رغم أنه في طبيعته الأساسية عمل سلبي أي لإيقاف الآخرين عند حدودهم، لكن اعتبر في الإسلام عملا إيجابيا لأنه كان تصديا. مثلا الإنسان المتقي هو الذي يسير في مسالك الحياة بدقة وانتباه، لكن هذا لا يمنع أن سارقا يحاول الاعتداء على بيته بالليل أو بالنهار، فيقف في وجه السارق وربما يشهر السلاح في وجه السارق، أو السارق يشهر في وجه السلاح. هذا لا يمنع. لماذا؟ لأن السارق عنصر سلبي يجب على الإنسان إيقافه عند حده. فالشاهد أن التقوى هو السير في مسالك الحياة بدقة وانتباه. أذكر أنني قرأت في كتاب قديم، وطبيعة الحال هذا كتاب قديم ويصف الناس القدماء، كان كاتب أنني يرثت كتبي من جدي. من كتب أنا اشتريت من السهولة، أن سابقا الكتب ما كانت تشترى وتباع بهذه السهولة، ما كانت مطابع، إنما الكتب كلها مكتوبة. ورثتها من جدي، يعني درست فيها جدي، وبقيت الكتب نظيفة وسالمة، ما تخزنت.
ودرس فيها أبي وبقيت الكتب نظيفة سالمة ودرست فيها أبي. يعني ناس أجيالي درسوا هذه الكتب. وأنا ذهبت إلى المدرسة في السابق ما في مدارس مثل مدارس اليوم، إنما في كتاتيب يعني شيوخ يعلمون الأولاد. فالشاهد يقول وأنا رحت إلى المدرسة وبقيت فترة طويلة في المدرسة حتى تخرجت وصرت عالم، ومع ذلك ما سبني طالب ولا شتمت طالبا. هذا شيء جدا صعب، أنه واحد مع الطلاب بالمدرسة لا يشتمهم طول فترة طالبيته، يعني طول فترة كون طالب، لا يشتم طالب ولا طالب يشتم. عند أي واحد من أجلسه يجرب هيك تجربة منذ دخوله المدرسة إلى خروجه منها، ما شتمه طالب ولا شتم طالبا. فهذا معنى التقوى. معنى التقوى معنى شامل واسع. التقوى مو بس واحد ما يشرب خمر، عدم شرب الخمر تقوى لا شك، عدم لعب الأقمار تقوى لا شك، عدم الذهاب إلى السينما تقوى لا شك، عدم الذهاب إلى البحر مع البنات تقوى لا شك. بس مو هاي التقوى فقط، لا، التقوى تسري في كل مجالات الحياة. كل مجال من مجالات الحياة ربما الإنسان يقتحم بلا مبالاة، يصدم ويصدم، ربما يسلك بانتباه وانتظام ودقة وحكمة، فيكون متقيا لا يصدم ولا يصدم إلا في الناحية الواحدة التي قلنا عنها، وهي ناحية الجهاد التي لا بد منها عندما يكون المورد مناسبا. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، وكونوا مع الصادقين في واقعهم، في أقوالهم، في أعمالهم، في توجيهاتهم وفي توجهاتهم وفي كل ممارساتهم للحياة. لأن الناس القادة على قسمين، قادة كذابون، كذابون مع أنفسهم، مع مجتمعهم، في مسلكهم، في توجههم، في توجيههم، كل شيء منهم نفاق وكذب ودجل وخداع. وقسم صادقون، صادقون مع أنفسهم، مع مجتمعهم، مع عوائلهم، مع الناس المحيطين بهم، مع الله، مع الضمير، مع التاريخ، مع التشويش، ولا تلبيس ولا خداع ولا مراوغة ولا دجل ولا خيانة ولا خدعة. كلمة هؤلاء هم الأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام. إذا أردت المثال بسيط كمان ممثل، العمال اللي يبنون البناء لازم يعمل تحت ايد مهندس، ان ما تريد من بنايه تقول مهندس، بده يكون مهندس موجود يخطط ويوجه، اعملوا هيك اعملوا هيك، الكتب تجيبوا حديد، الكتب ترابه، الكتب باطون، ما بعرف كيف، هيك اعملوا هيك احفروا الى اخر مهندس، من توجيهات الديسيجن. هذا المهندس قد يكون صادقا مع عمله، بده يروح يسهر منيح ويخطط خطة منيحة بتصميم جيد، وبكرة أول الصبح يجي يكتب توجيهات دقيقة مدروسة مرتبة، البناية تطلع منيحة والعمال كلهم يتباهوا، كل مكان يجلس أي واحد من العمال يقول أنا اشتغلت بفلان بناية، روح شوف قد ايه طلعت منيحة. وربما المهندس لا منيح، بنبيع يروح يسهر أو يسكر أو يلحق حمام وما يخطط خطة منيحة، بعدين الصبح يجي نحسان تعبان زحلان وما بعرف كيف وضعه، ما هيك؟ هو ما مفكر منيح، فيحكي توجيهات كيف مطرح، جيب ترابه بعدين يشوف ما في حاجة للترابه. صحيح يحيط على العمال انه شفت ترابه زايد، انا ما قبلت الكتب، اعملوا هيك بعدين يطلع العمل اعوج مني.
تبدو يدس المسؤولية على غيره، وهكذا يخربط ويخيط من هون ومن هونيك، آخره البناية كمان ما بتطلع منيحة، والأموال كمان زعلانين لأن عملهم ضايع وأجرتهم ما واصلة ويبنوا إلى آخره، العمل نتيجة ما يطلع منيح، وكل أطراف العمل صاحب البناية زعلان، العامل زعلان، المهندس كمان زعلان، كل زعلانين لأن ما في شيء عنصر اسمه الصدق. أما العنصر القيادي الذي يكون صادقا في كل ممارساته هذا يرتاح هو ويرتاح العاملون معه ويرتاح كل الأطراف، والنتيجة تطلع سليمة ممتازة جيدة فريدة. لذلك القرآن يقول وكونوا مع الصادقين دائما في ممارساتكم الحياتية المختلفة، امشوا مع القادة الصادقين. إذا عملتم هذين العملين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عملان صادق. إذا صار هيك الله يصلح لكم أعمالكم، بالنتيجة عملكم يطلع سليم وصالح وممتاز وجيد وسليم. أما إذا لم يكن عنصر التقوى العامل بدل جهبر في عمل، أو لم تكن القيادة الصادقة المهندس بدل يلعب في عمله، النتيجة تطلع منيح، العمل يطلع غير صالح. فلذلك هذه الآية درس للإنسان، لا في مسجده أو منبره أو في أعماله الدينية كالصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد وما شابه ذلك، وإنما درس للإنسان في أي مجال من مجالات الحياة كان. لماذا؟ لأنه هذا يعطي له الخطة الصحيحة لكل عمل حياتي على الإطلاق. هلا خلي شيء نبتعد عن جو الآية والتفسير، نجد أناسا مشوا في التاريخ بالتقوى مع الصالحين، مشوا مع الأنبياء، مشوا مع الأئمة الطاهرين، وكانوا في نفس الوقت متقين. طلعوا سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، ميسم السمان، عمار بن ياسر، حبيب بن مظاهر، زرارة، محمد بن مسلم، رجال التاريخ اللي كنا ولا نزال نفتخر به، صحيح؟ ورجال أخرى ما مشوا مع الصادقين أو ما كانوا متقين، طلعوا وين؟ طلعوا جلاوزة، جبارين، فاسدين، مفسدين، جماعة الناس المنحرفين اللي بدل ما نذكر أسمائهم كلكم تعرفون أسمائهم، كيف طلعوا؟ فسدت دنياهم وفسدت آخرتهم. كمثال نذكر شمر بن ذي الجوشن، وشمر بن ذي الجوشن كان مجاهد في سبيل الله، وكان حبه حبتين، يعني في ذلك اليوم لو كان يموت كان أفضل من ابن كل ابنه، لأن كان قائد من قادة جيش الإمام أمير المؤمنين في حرب صفين. إذا كان يقتل في حرب صفين كان يعتبر من أربع قادة التاريخ. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نصبه قائد على فقيه من جيشه في معاوية في معركة صفين، بس أحسن من هيك إنسان أمام جماعة. وكان فقيها يسهر الليل بتلاوة القرآن. هو كان فقيه يعني دارس دروس دينية حسب الأصول، يمكن ألف رواية أو أكثر من الإمام أمير المؤمنين من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كان فقيه ويسهر الليل بتلاوة القرآن، من أول الليل يقرأ القرآن إلى الصباح، وإمام جماعة الكوفة الناس يخلون يرابهم كل ما هبوا ده، وبعدين قائد في جيش الإمام أمير المؤمنين في معركة صفين. قال هشام ابن ذي الجوشن اللي من أسوأ الخلق على الإطلاق،
لماذا؟ لأن يومين مشي معامل مع ابن زياد بس. لو كان يموت قبل اليومين، قبل ما ينزل الحسين عليه السلام إلى كربلاء، لو كان شبر يموت، كان مات من أباطرة التاريخ ومن رجال الشيعة أفلك، كان يعتبر من رجال الشيعة التاريخيين مثل هاشم المرقال ومثل الناس الآخرين اللي كانوا في حرب صفين مع الإمام أمير المؤمنين مثل ابن التيهان والآخرين. الآن أسماءهم على المنابر تذكر بكل احترام وهن عند الله في أعلى عليين. يومين مشي مع ابن زياد، شو هذا حامد المشرك اللي هذا ملك النار كأنه كان هذا ابن زياد اللي غير أصله وفصله وأنفه ظاهره وخارجه كله تغير لحظه كأنه بمعجزة تغير. فهذا الشمر ابن زياد كان يومين مشي مع ابن زياد، ويوم التاسع دخل في كربلاء، ويوم العاشر قتل الحسين، بس يومين انحرف أدى إلى أنه أصبح مين؟ أصبح شمر بن ذي الجيشل مثل السوق كما يعبر القرآن، أصبح أسوأ إنسان في تاريخ الإسلام، وأصبح إنسان أصبح إنسان أجرم ألهم إنسان في تاريخ الإسلام، أصبح لأن يوميا مشي مع ذي الجيشل. هذا القيادة الفاسدة هيك تعمل، القيادة الفاسدة هيك تعمل وهيك تحرف الناس حرفا كليا عن الخط الديني الصحيح. أذكر لكم قصة يوجد بتعرفون شيء اسمه نبي أو فيلسوف اسمه يوجد، هلا ما بنعرف في الحقيقة كان نبيا ولا بس كان فيلسوفا اسمه بوذا. بوذا ما كان تنبل مثلنا مثلكم على الاطلاق، هذا دائما كان فيلسوفا او حكيما ما بنعرف او نبيا، كان متجولا، هو مجموعته دائما يتحركون، مو عزيز يجلسوا في مطرح واحد من هون إلى هناك إلى هناك، لأن دول كان في الصين وبدو يبشر كل الشعب الصيني بمبادئه، فإذا بدو ينزل في مطرح مبادئه بتنتشر. لذلك كان المسيح عليه السلام دائما الحركة والتجول والسفر والانتقال. هذه مرة في الصحراء بكوخ بخيمة، هذه الخيمة كان فيها بطبيعة الحال اللي موجودين بالخيمة رايحين كلهم مشاركين، بس الموجود بالخيمة امرأة. تدرون جماعة بالصحراء يمشون ويحكون كذا، أصوات أقدامهم وأصواتهم مسموعة. هذه الامرأة خرجت من الخيمة، رأت بوذا وجماعته، وكانت تعرف بوذا، فلما شافت بوذا توجهت إلى بوذا، قالت يا نبي الله، أو يا ما بعرف كيف حسب تعبيرهم، أنه أنقذني ممن يفترسني، خلصني من واحد اللي أن يمزقني ويأكلني. بوذا قال شو خلصني ممن يفترسني؟ قال نعم يا نبي الله، قال نعم يا بوذا، ما بعرف كيف كانوا يعبرون نتيجة. قالت نعم، أنا في هذه الخيمة في هذه الصحراء كنت أنا وأبي وزوجي وابني، كل أربعة في الخيمة في نمر جاء في سنة فافترس أبي هذا من الخيمة، وإحنا ما عندنا سلاح، وهو نمر قوي، هذا من الخيمة وأخذ بيه وهرب راح أكل بيه. في السنة الثانية جاء وأخذ زوجي، هذا من الخيمة وأخذ زوجي، وإحنا نايمين وهرب وأكل زوجي. جاء في السنة الثالثة، في السنة الماضية يعني، فافترس ابني، وهلا احنا في السنة الرابعة،
السمس الرابع يعني دوري الحامي راح يجي ياكل لي. فانت يا نبي الله خلصني من هاي من هذا الوحش اللي بده يفترسني ياكل لي. هندا التفت اليه قال انقاذك بسيط جدا، احنا عم نتجول بين المدن والقرى، تعال معانا نوصلك الى حي المدينه. بالمدينه بعد ما في نمر ما في سباع، وحتى اذا تجي سباع تهاجم المدينه الناس والبيوت كثيره وكذا، على حال انت تخلصين حالي. الامراه شوفوا كلام الامراه، انا لو احنا او اي واحد من عندنا ما عنده فكر مثل هيك شو بدنا نعمل؟ نتورط ونمشي. يا نبي الله استنى لحظة بس أشيل حواهي وكذا وأمشي. بس الامرأة قالت يا نبي الله أو يا حكيم، هل في المدينة حاكم ولا ما في حاكم؟ قال أبو ذر طبعا في حاكم. قالت طيب، هل الحاكم عادل أو جائر؟ هذا الحاكم الموجود حاكم عادل منيح ولا حاكم ظالم جائر؟ قال بوذا الحاكم جائر، لأن بوذا ضد الحكام اللي كانوا في ذلك التاريخ مرمى، فالمفروض الحاكم جائر مثل شائرة. فقال الحاكم جائر. فقالت المرأة إن الحاكم الجائر أغر على رعيته من الوحش الكاسر. هذا الوحش اللي كل تنويجه يصير واحد من عندنا أرحم من الحاكم الجائر وأفضل من الحاكم الجائر. فالتفت بوزا إلى تلاميذه وقال اكتبوها فإنها من الحكمة. هذه الكلمة اللي قالتها المرأة، هذه الكلمة اكتبوها لأنه من الحكمة. الحاكم الجائر أضر على رعيته من الوحش الكاسر. سجلوا في ذلك التاريخ قبل كم ألف سنة؟ الله يعلم، شيء 4000-5000 سنة. وبقيت كلمة تلك المرأة البدوية الصحراوية اللي تجلس في الكوخ، بقيت كلمتها حتى اليوم من الحكمة. فلذلك دائما السير مع المنحرفين يكون شو؟ يكون هيك وبهذه المثابة وهذه النتيجة، لأنهم أضر على الإنسان، على واقع الإنسان، على ضمير الإنسان من الوحش الكاسر. الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة دينه وأوليائه، وأن يجعلنا من الذين عملوا التقوى واتبعوا الصادقين ببركة الصلوات على محمد وآله.